طيب نرجع للملوخية بقى. ف إيه بقى؟ لما جم بقى الشيعة الإسماعيلية الفاطميين سكنوا هنا. ممكن بس في سطر جاي تقول لنا السادة المشاهدين يعني ايه الشيعة الإسماعيلية الفاطميين؟ الشيعة او شيعة الإمام علي انواع. تمام. في خرج منهم الخوارج، مالناش دعوة، دول خرجوا من الكل. المذهب بقى نفسه في شيعة إسماعيلية بيقولوا بسبع أئمة وبعدين اختفى المهدي. دول الفئة أو الشيعة الإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية. أو ويقال عنهم السبعية. السبعية عشان سبع أئمة. سبع أئمة. في بقى الشيعة الإثنى عشرية. تمام. اللي هم موجودين في إيران دلوقتي. ودول العدد الأكبر. دول برضو الإمام الـ 12 اختفى وموجود لسه وهيطلع في يوم الأيام. بالظبط. فأصبح دول شيعة ودول شيعة. بس بينهم خلافات. ده بقى الكلام اللي عايزكم تسمعوه من الدكتور يوسف زيدان. يعني المسافة بين الشيعة الإسماعيلية والشيعة الإثنى عشرية قد إيه؟ أكبر من المسافة اللي بين الاتنين وبين السنة. يعني مسافة خلاف كبيرة جدا. زي بالظبط. هو ممكن نبقى نعمل لها قاعدة دي؟ المذاهب طبعًا. طيب. لأنه المسافة أيضًا بين الشيعة والسنة عمومًا أوسع وأكبر من المسافة اللي بين الإسلام والمسيحية. شوف يعني هما الاتنين مسلمين. لكن المسافة بينهم والحروب اللي جرت وخلافات أكبر من خلاف الدين نفسه. بالظبط. المهم إنه الناس اللي هما السنة يعني في الوقت ده في القاهرة معظم الناس ما بتطبخش في بيتها. كان في المطاعم والفنادق وكده، دي ظاهرة قديمة عشان يوفروا يعني. فيعملوا ايه؟ في فكرة ان السيدة عائشة رضي الله عنها السنة بيحبوها والشيعة مش بيحبوها عشان خلافها مع الامام علي رضي الله. كانت بتحب الجرجير. وانه معاوية بن ابي سفيان اللي السنة ما اللي بيحبوه برضه والشيعة ما بيحبوهوش كان بيحب الملوخية، ما سموها ملوكية. خلاص. صح كده. دي موجودة بقى ساعة في التاريخ. ملوكية. ملوكية. فيجوا ساعة المغرب ويطشوا الملوخية فتتغرق الاجواء كلها بالريحة. غيظا في الشيعة ان احنا بناكل ملوخية. ويمشوا بالجرجير ينادوا عليه الجرجير اللي مش عارف نوع برضه من الكيد يعني. فالحاكم قال يعني السنة بيكيدوا الشيعة ويعملوا أكلة كانت بتحبها ستنا عيشة رضوان الله عليه. حسب وهمهم يعني، كمان ما هو ده لم يثبت تاريخيا بس اللي مشهور حسب العرف الموجود. فجي الحاكم في وقت وقال لهم ما تزرعوش ملوخية. ما فيش ملوخية. ومن هنا الستات التقليديات في مصر بيشهقوا لما بييجوا يطشوا الملوخيه. ليه؟ لانه كان العسس اللي هم الشرطه السريه يعني بيشموا بيتقصوا بتداهم البيوت او المطاعم اللي فهي الريحه بتاعت الثوم هي اللي بتظهر، فاول ما تطش يخبطوا على الباب فتشهق. ادي القصه. انما مبيعة حكايات المصريين والله العظيم. انما بعيدا عن هذا الـ الـ الحاكم بامر الله حط قواعد يعني زي حكايه منع الملوخيه والكلام ده، وفي كان مجالس بتتعمل في الجامع للدعوه للمذهب الشيعي ابطلها في لحظه ما برضه، وكان بيفضل الاستقرار السياسي عن نصره المذهب.